شفت اللي فتيرة وصل لك عايز تضرب اضربني ايه؟ قال له تاخدها مني ليه؟ هي فتيرة. قال له فتيرة. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنا، قناة مخصصة بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم الحكمة، بنقدم النصيحة، واهم درس ازاي نتعلم من اخطاء غيرنا. قبل ما اتكلم عن الجريمة البشعة اللي حصلت في الموسكي القاهرة، اكبر ممر تجاري تحصل جريمة قتل فيه، قبل ما اشرح الجريمة بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار. ايه اللي حصل؟ معروف ان منطقة الموسكي يا بخت اللي ليه محل هناك، شارع تجاري من طراز فريد، الناس كلها اللي عايز يشتري من اول الابرة لغاية الصاروخ معروف حي الموسكي. طبعا هناك اكل العيش، وهناك سبحان الله فعلا قطعة مرزقة خيرها كتير، واللي عنده هناك خن ابرة بيقول لك انا بقيت مليونير، رزق كتير، شغل كتير، الناس رجلها ما بتتطحش عن المنطقة دي لا صبح ولا ليل. في هناك في الموسكي ممر مشهور جدا اسمه ممر الصعيد، هو اسمه كده ممر الصعيد بحي الموسكي القاهرة. المحلات هناك عبارة عن زي الكشاك جنب بعضيها. طبعا اوعى نستصغر المحلات، بالعكس ده الحركة التجارية ممكن البضاعة تتغير كل يوم والتلاتة اربع مرات، حركة تجارية دؤوبة. فاللي عنده كشك صغير ولا محل صغير في الممر في الموسكي في ممر الصعيدة ضمن اكل عيشه، سبحان الله ربنا خلاه سبب. في اتنين هناك، واحد اسمه الحاج مصطفى وواحد تاني اسمه الحاج مسعد. الحاج مصطفى راجل كبير في السن، اشترى محل في منطقة الموسكي دي من 15 سنة بيبيع فيها الاحذية اللي هي الشوز، والحركة ماشية يومية مية. طبعا المحلات مع كلها مترصة جنب بعضيها بتحصل مشاكل كتيرة جدا بين اصحاب المحلات وبعضيها. فقالوا يا جماعة طب المشاكل دي هنخلصها امتى؟ كل واحد يقول لا انت حركت المحل بتاعك، انت محلك خم متر في متر، والتاني يقول لا مترين ونص في مترين ونص، ويقول لك. فالمهم تجار الموسكي قعدوا مع بعضيهم وبالذات بتوع ممر الصعيدة، وقالوا احنا نجيب مهندس يقسم بينا المحلات دي، كل واحد ما يجرش على حاجة التاني، نشوف العقود اللي معانا اللي محله 20 متر غير المحله 50 متر، لانه المحلات دي احنا شارينها من 60 سنة ولا من 70 سنة عمر تاني، فاحنا نجيب مهندس يحكم ويقسم وكلنا وفعلا كله تراضى. جابوا المهندس كل واحد يجيب العقد بتاع المحل بتاعه، انت مساحتك 25 متر، انت واخد 27 متر لا هسيب مترين اللي جنبيك، واللي جنبيك لا انت مساحتك 30 متر انت واخد 25 ليك 5 متر من المحل، وظبطت العملية وكله مرضي. لغاية ما جه في يوم من الايام بعد المهندس ما مشي، جه الحاج مسعد بيكلم محمد، محمد ده ابن الحاج مصطفى، قال له يا محمد، قال له ايوه، قال له المساحات مش مظبوطة، قال له المهندس جه وجسم وانت كنت قاعد ما احترطتش ليه؟ فوجئ ان مسعد جايب معاه واحد بلطجي وحط المسدس بتاعه على المكتب، قال له تسيب المحل بتاعك تسيب منه المساحة اللي باقية ليا، والا انا هفرق فيك الطبانجة دي. محمد قال له والله انا لا اعرف محلات ولا غيره، ابويا هو اللي اشترى، وابويا هو اللي كان حاضر التقسيم، وابويا كان هو اللي وقف لما المهندس جه، وابويا هو اللي دق الحديد في اثناء المهندس ما كان موجود، وكان عيلتك انت موجوده وانت كنت موجود يا حاج مسعد، انا ماليش دعوه، وراح سابه ومشي. محمد راح حكى لابويا حاج مصطفى، قال له ايوه يا محمد، قال له يا ابويا مسعد جه وجايب معاه واحد بلطجي ومعاه طبنجه وبيهددوني جوه المحل وبيقولوا لي لازم ناخد المساحه كامله. قال له يا ابني ما قلتلوش ليه المهندس هو اللي قسم؟ قال له قلت له يا باي، قلت له المهندس جه قسم وده نصيبنا وده نصيبك، ما اعترفش بالكلام ده. قال له على كل من يا ابني النهارده الجمعه، السبت والحد احنا مش شغالين، يوم الاثنين ان شاء الله ليا كلام تاني. فعلا راح اتصل بابو مسعد، قال له ابنك جاي يهدد ابني في المحل، ابني ملوش دعوه، حرام عليكم وعلى كل منهم، اسبوع بتاع حفيدي، لان ابنه محمد ده وحيد، يعني الحاج مصطفى ما عندوش غير عيل واحد اسمه محمد، متجوز ومراته لسه والده، مفيش يعني خلاص هنعمل له اسبوع وبتاع وتحضر ومش وقعد يهزر وبت. المهم تاني يوم الاثنين جه، فالحاج مصطفى لقى مسعد ماشي، يا حاج مسعد انت بتهدد ابني في المحل ليه؟ قال له والله انا ليا مساحه. قال له طب ما قلتش المهندس ليه؟ قال له مش هقول للمهندس، انا ليا مساحه هاخدها منك. قال له تاخدها مني ليه؟ هي فتيره. قال له فتيره يا ابني، عيب الكلام ده، فين اهلك؟ قال له ماليش اهل. قال له يا ابني ده محلات بتجسم وتخلص المهندس. قال له عاجبك مش عاجبك انا هاخدها فرد. قال له لا انا مش هدي لك حاجه ولا انت ليك عندي حاجه. شدوا ببعضهم. الراجل طبعا كبير في السن ومسعد لسه شاب صغير. الناس جروا على محمد، الحق يا محمد ابوك بيتخانق مع مسعد ومسعد حالف لابوك وهيضرب ابوك.
جري محمد لقى مسعد بيضرب في ابوه راح ضرب في محمد، محمد راح جري مسعد ضرب محمد ومحمد ضرب مسعد، المهم مسعد جري المكتب بتاعه جاب طبنجه ونزل. طبعا الحاج مصطفى اول ما شاف مسعد الشر في عينيه ومسك الطبنجه خاف على ابن محمد، فحضن ابن محمد قال له بقول لك ايه يا موسى، السلاح اللي في ايدك شر، عايز تضرب اضربني ايه. محمد لسه ابنه لسه والد وابنه طلع للدنيا لسه مولود صغير عمره شهرين ولا بتاع، اعمل معروف سيب محمد. قال له لا انا لازم ابنك الوحيد ده ما دام جه وبيتحمج عليك وعايز يضربني انا هخليك تبكي عليه بدل الدموع دم. وفعلا جه محمد بيقول له نزل السلاح، عيب الكلام ده، ما ترفعش السلاح عليا وعلى ابويا، ولسه بيجرب من مسعد راح الحاج مسعد طلع طلقتين، طلقه في الصدر وطلقه في البطن، وراح الواد متكوم على الارض والحاج مسعد جري. جريمه حصلت، المشكله ان الاب كان بيبكي ويقول له اقتلني انا اقتلني انا، انا مكان ابني انت مش عايز تقتل واحد فينا، انا خلاص انا عندي 60 سنه ابني طالع للدنيا ابنه لسه مولود خليه يربي ابنه. قال له لا لازم اقتل ابنك عشان هيخليك انت تبكي على ابنك بدل الدموع دم. شفت الافتراء وصل قد ايه؟ شفت الافتراء هنا يا جماعه؟ ما دام الموضوع وصل لتهديدات وابن ومسعد جاب واحد معاه طبانجه وبيخوف ابنك، كان المفروض من الاول ما تعترضش مسعد، انت تروح لاهله وتقعد مع اهله ويجيبوا مسعد وتقعدوا تحلوا الموضوع، لكن انت استهيفت الموضوع وقعدت انت تشاكل في مسعد في الطريق وتقول له ازاي تهدد ابني، وجه ابنك حاول يتعدى على مسعد فمسعد جري وجاب السلاح ورجع. كل دي اخطاء متراكمه كانت كلها ممكن تتحل لو انت يا حاج مصطفى قعدت مع والد مسعد وكبار التجار في الحي الصعيده ده او في ممر الصعيده وكنتوا خلصتوا الموضوع. لازم المواضيع، ما ينفعش واحد كبير ينزل لعيب صغير في السن زي مسعد. مسعد صح الناس بتقول له يا حاج، لكن في الاول وفي الاخر انت راجل كبير وهو لسه شاب صغير، ما ينفعش انت تنزل تتخانق مع عيل زي ده. بص على ابوه، بص زي ما كلمتهم في التليفون وهم قالوا ابني ده غلطان، ما كانش يجب ان انت ترجع تتخانق مع مسعد، لانه واضح ان هو شاب من النوع اللي فرض البلطجه شويه وشايف نفسه شويه والفلوس مقويه قلبه فمش فارق معاه حد. انت اعطيته الفرصه ان هو يتخانق معاك ويتخانق مع ابنك ويجيب السلاح ويضربك. صحيح ده مش مبرر، ومسعد ده فعلا قتل مع سبق الاثار والترصد، لانه اتخانق وجري على المكتب جاب السلاح ورجع وانت بتتحن عليه سيب ابني سيب ابني اقتلني انا اقتلني انا، ورغم كده قتل ابنك قدامك. فعلا ده قتل مع سبق الاثار والترصد لانه جاب السلاح ورجع، يعني فعلا كان رايح يجيب عشان يقتل، هو عارف انه هيجيب الطبنجه عشان يقتل، يعني مجهز السلاح ونازل بيه وجاي عشان يقتل ابنك، ده قتل مع سبق الاثار والترصد. وكل حي الصعيدة او ممر الصعيدة شاهد على الجريمة دي. صحيح كل اللي يقطع ممر الصعيدة معلقين صورة محمد ويقولوا شهيد الغدر شهيد الغدر، هو فعلا مات مغدور اتغدر فعلا، بس يا جماعة المفروض كبار التجار في ممر الصعيدة في المسكي كانوا تدخلوا من الموضوع من الاول، وما دام جابوا مهندس وقسم لازمتها شغل البلطجة دي. للأسف المال بيعمي، المال بيعمي، بيخلي فعلا الناس اولا بيقول قلب قوي، بيحس ان الانسان بفلوس ان هو فوق الناس، تاني حاجه بيعمل بصر، لكن اخرتها ايه؟ مسعد اتقبض عليه، حاول يهرب لكن طبعا الشرطه هتروح فيه هيروح فيه، الفلوس ما نفعتوش، اتقبض عليه. ومش هينفع يتقال ان هو كان قتله اثناء مشاجره، ده انت جريت جبت السلاح ونزلت قتلته، وكل ممر السعاده شاهد عليك، يعني انت خسرت نفسك، ومحمد اتقتل، وابنه لسه عمره ما كملش حاجه اتيتم، ومحمد ده وحيد ابوه وامه، اللي انت قتلته ده وحيد ابوه وامه. صحيح انت دلوقتي نفذت كلامك خليت ابوه بيبكي بدل الدموع دم على ابنه الوحيد، طب ليه ده كله؟ عشان طمع الدنيا، عشان طمع الدنيا. صحيح طب انت عندك محل فرقت معاك متر ولا مترين؟ يعني المتر ده هو لكن هيزود رزقك؟ ما احنا للاسف احيانا الدنيا بتخلينا ننسى الاخره، الدنيا بتخلينا ننسى ان فيه رب هيحاسبنا. محمد مات وابنه اتيتم ومسعد دخل السجن، مين اللي استفاد في القصه كلها؟ عيله مسعد اللي فقدوا ابنهم في السجن، ولا عيله محمد اللي محمد مات وساب طفل لسه مولود لسه في اللفه؟ يا جماعه لازم نتعلم، الواحد لو حب يعمل نفسه راجل دقيقه واحده هيعيش طول عمره خلف القضبان علشان دقيقه يثبت نفسه ان هو راجل، هو لما اتشتم ولا اتهان قال لك اجيب السلاح عشان اعمل راجل، طب انت دلوقتي بقيت راجل وانت في السجن؟ او لو خدت اعدام؟ يا جماعة لازم نفكر، ربنا خلقنا العقل
انت يتمت طفل وحزنت اب وام على ابنهم الوحيد، ايه اللي استفدناه من ده كله؟ شهيد الغد، لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.